نستنى بس دقيقة واحدة يا محمد ونبدأ. اوكي يا دكتور. البيبر انترستنج برضو. ها البيبر انترستنج جدا. هو بقيت الناس مش عايز تخش ليه؟ هو ناجي لسه ما دجاش. لا ناجي موجود اهو. تمام انا موجود. تمام طب خلاص ممكن نبدأ يا محمد، اتفضل. اوكي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البيبر الثاني. اول بيبر كان بيتكلم عن الادفيرسيريال اتاكس والتايبس بتاعته وايه الحاجات الانهانسمنتس اللي هو عملها علشان يأدد في الموديل اللي يقدر ياتاك دي. النهارده هنتكلم عن حاجه عكس الادفيرسيريال اتاك، وهي ان هو هاو تو ديفند. عندنا في ديفنس الجوريثم اجينست او يقدر يبقى اجينست الادفيرسيريال اتاك يوزنج البيبر. يعني بتتكلم عن تايب معين اسمه هاي ليفل ريبريزنتيشن جايدد دي نويزر. الاجنده بتاعتنا هنتكلم البيبر من تارجت ايه هي البروبلم ديفينيشن، وهنتكلم عن باك جراوند نوتيشنز وبريفيوس سوليوشنز ومين للادفيرسيريال اتاك والاكزيستنج سوليوشنز للبروبلم بتاعتنا. الميثودز، وهي دي الحاجه الجديده اللي احنا هنتكلم عليها اللي البيبر يعني بتفوكس عليها. اتكلم عن بيكسل جايدد ديونايزر بي جي دي اللي هم بيتكونوا من نوعين او ليها تو كاتيجوريز يعني او تو تايبس دي اي اي ودي يونت اند اتس اركتكتشر. يعني الحاجه اللي البيبر يعني بتفوكس عليها وهي دي اللي بتقول ان هو ده السوليوشن يعني اللي هو الهاي ليفل ريبريزنتيشن جايدد دي نويزر. اخر حاجه هنتكلم فيها عن التريننج والفاليديشن والتستنج داتا سيتس والاكسبيرمنتال ريزلتس ان شاء الله. تمام. خلينا نتكلم الاول كده عن البيبر مين تارجت. البيبر بتبروبوز او بتكليم يعني ان هي بتقول ان انا عندي ديفنس تكنيك اجنست الادفيرسيريال اتاكس اللي احنا كنا شرحناها قبل كده في السيشنز اللي قبل كده. قال ان في ناس بايولوجيكال كده لما الادفيرسيريال اتاك تيجي بتحاول ان هي تاد سام نويز على الايمج بتاعتنا، ففي بايولوجيكال سوليوشن ناس لما جت فكرت ده اللي هي ليتريتشر ريفيو يعني قالت طب ما احنا نعمل مثلا الجوريزمز ان هي نحاول تعمل دي نويزر او ان هي تحاول تشيل النويز اللي احنا اساسا حطيناها على الـ على الـ على الانبوت ده. فمن المنطلق ده دي كانت بداية البيبر يعني. ولكن الناس اللي قبل كده لما جم اشتغلوا على some algorithms حاولوا يعملوا الكلام ده، ولكن still الايمج بيبقى فيها small error او small noise. يعني السمول نويز ده once ان الموديل بتاعنا go deeper يعني هنلاقي ان النويز بتاعتنا بتامبليفاي. خلينا نفكر فيها من ناحية ان انا مثلا سي عندي convolution neural network المين layers بتاعة الكلاسيفيكيشن هي ال last layers يعني، لان زي ما احنا عارفين في convolution neural network اول layers mainly بت extract ال deep او ال local features او ال deep features بتاعة ال image اللي داخلة. فال layers الاخيرة mainly هي اللي بت concern بيه الـ how to do classification للـ image دي. فلقينا ان الـ small error اللي هو بيطلع عندنا ده بيحصل له amplification which is هنبروف it ان شاء الله يعني في خلال الـ presentation وهنشوفه في الـ experimental results كمان. كمان البيبر بتقول ان الناس وهي كانت بتديبند قبل كده على loss function، loss function ده بيحاول ان هو يجنريت او يعمل reconstruction للـ image
من النويزي ايمج. يعني عنده كلين ايمج وعنده بيحاول يطلع دي نويزي ايمج من النويزي ايمج اللي اساسا اللي احنا عملنا بيها الاتاك اصلا. وبيحاول بدل ما الناس كانت بتستخدم لوس فانكشن ان هو يحاول يقلل ال ال L1 نورم ما بين الدي نويزي ايمج والكلين ايمج, لا هو هيدبند على الاوتبوت اللي طالع من المودلز. هنشوفها بالتفصيل ان شاء الله في السلايدز اللي بعد كده. اخر كليم عنده في البيبر بيقول ان الموديل اللي هو بيبروبوز الكديفنس موديل, يعني هو بينشور روبستنس جنراليزيشن وترانسفيرابيلتي. روبستنس من خلال خلينا نتكلم, هنقول الروبستنس بينشورت من خلال ان الديفنس موديل اللي هو عمله بروبوز ده يقدر يبقى ماتيور انف على الوايت بوكس اتاك وعلى البلاك بوكس اتاك, ودول اللي احنا شرحناهم قبل كده. جنراليزيشن هنا مينز ان هو بسمول داتا سيت يقدر يعمل ديفنس الجوريزم يجنراليز بيه. اخر حاجه فكره الترانسفيرابيلتي, ان الديفنس موديل او الديفند موديل اللي هو عمل له بروبوزل ده يقدر كمان يديفند اكروس ميني مودلز, يعني مش الموديل اللي احنا شغالين عليه ده بس, لا ده نفس فكره الترانسفيرابيلتي بتاعه الادفيرساري اللي احنا شرحناها قبل كده. زي ما كان في موديل يقدر ياتاك اكتر من موديل, لا ده الديفنس موديل كمان هنا يقدر يديفند اكتر من موديل. خلينا نقول بقى البروبلم ديفينيشن بتاعتنا. الادفيرسيريال اتاك زي ما احنا قلنا قبل كده ان هي يقدر يثريد الكريتيكال ابلكيشنز. احنا اتكلمنا على ابلكيشنز كتير زي اوتونوموس درايفنج او وات ايفر, يعني ابلكيشنز كتيره. احنا عارفين ان في عندنا بلاك بوكس ووايت بوكس اتاك, دي من حاجات الادفانتجز بتاعه الادفيرسيريال اتاك. والترانسفيرابيلتي ان الموديل اللي احنا بنعمله امبلمنتيشن اللي هو يقدر ياتاك اكتر من موديل. طيب زي ما احنا اتكلمنا قبل كده قلنا كان لوجيكال ايديا كده ان الناس فكرت ان هي تحاول تريموف النويز من الـ الانبوت اللي احنا عملنا له جنريشن قبل كده من الادفيرسيريال اتاك. يعني بمعنى اصح انا عندي في بس انا مش عارف, انا خلي بالك انا مش عارف ان هو ادفيرسيريال اتاك اصلا. هو انا ان جنرال هعدي دي نويزر على الايمج اللي داخله بالظبط كده بالظبط. بس خلينا نقول ان احنا مثلا عارفين ان انا دلوقتي بحاول ابروف لنفسي ان انا عملت ادفيرسيريال اتاك وعملت جنريشن لادفيرسيريال اكزامبل, يعني انبوت ايمج ليها في عليها نويز وانا عارف ان هي عليها نويز. لكن كجنراليزيشن طبعا احنا بنعدي الكلام ده على دي نويزر علشان whatever بقى, والله لو هي فيها نويز او ما فيهاش نويز فهي هنشوف هتجنرالايز ازاي. لو احنا قلنا ان احنا عندنا اوريجينال ايمج دي صوره الباندا, لو الانبوت دي ما فيهاش اي نويز ولا اي حاجه هتطلع لي باندا which is correct. الادفيرسيريال ايمج لما جينا دخلناها على نفس النيتورك طلعت ان هي دوج. الفكرة كلها ان انا عايز اخد الادفيرسيريال ايمج دي واحاول ان انا اشيل النويز اللي كانت عليها. بالفكرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي هنلاقي في حصل امبليفيكيشن افكت للنويزي ايمج, كان عليها الايمج دي كان عليها نويز حصل امبليفيكيشن. لو قلنا ان الباند هو اخر قبل الاخير ده, فالنويزي افكت لما بقى هنا عمل امبليفيكيشن لان هو للكلاس اللي اسمه دوك, وده النويز خلى البار ده بتاع الدوك هو اللي يعلى. طيب هنكمل البروبلم ديفينيشن. الناس قبل كده كانت بتستخدم كلوس فانكشن ان هي بتعمل بيكسل وايز ريكونستراكشن. يعني انا عندي ايمج بشوف البيكسلز بتاعتي كلها والايمج الثانيه اللي هي النويزي البيكسلز بتاعتها كلها واحاول اقلل الفاليوز بتاعت البيكسل دي وبيكسل دي كانها بيكسل وايز ريكونستراكشن. لا انت معلش انت بتتكلم على الدينويزر الستاندرد دينويزر صح؟
بالظبط كده، ده الستاندرد دينويزر، ده اللي بس هو اللي الستاندرد تريجر دينويزر، الستاندرد دينويزر عشان بس نبقى واضحين، احنا مش بنكون عارفين شكل الايمج الاصليه. بالظبط، ما بنكونش عارفين، بس عشان احنا عايزين نترين الموديل بتاعنا يبقى في عندنا كده موديل نقدر نقول ان عايزين نريموف النويز من الانبوت لو عليه لو دخل. كويس كويس. بس فكا سوليوشنز قبل كده من الناس يعني الدينويزر، معلش الدينويزر ده دي نيورال نتورك ولا ده فلتر؟ في ناس كانت يعني كانت من الليتريتشر ريفيو كانت بتعمله از فلتر، ناس بتعمله ككومبريشن بي جي بي جي، ناس بتعمله لو باس فلتر، ناس بتعمله باكتر من طريقه. ولكن احنا كاننا نفس النتورك بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها هيبقى معاها في واحده ايكويفالنت ليها، ماشي، يعني واحده كده جنبها، وهندخل عليها الادفيرسيريال ايمج اللي هي النويز دي، بحيث ان انا احاول ان انا اطلع من خلال ده مع ده يبقى في عندي لوس فانكشن، يبقى اطلع من خلاله الدي نويزر افكت او النويز افكت اللي اساسا حصل على الايمج. تمام. والدي نويزر ده في الوقت الحالي عباره عن فلتر، انا بحاول ان انا اجيب الويتس بتاعته. لا، هو مش فكره فلتر، هو فكرته ان انا بيبقى عندي نفس النتورك بالظبط، ماشي، ولكن بديبند على الاوتبوت بتاع الايمج. لو سبوز مثلا ان احنا عندنا الكلين ايمج داخله هتطلع الكلاسيفيكيشن مظبوط، لو دخلنا الايمج دلوقتي اللي هي النويزي على نفس الكلاسيفاير مثلا هيطلع ايمج غلط، هيطلع الكلاسيفيكيشن غلط. هو بقى بيدبند على الاوتبوت ما بين الموديل ده والموديل ده از لوس فانكشن، عشان بدل ما هو يكونستراكت الايمج الاصليه، لا ده دلوقتي هيحاول انه يدبند على الاوتبوت، يحاول يقلل الاوتبوت او الكلاسيفيكيشن ايرور اللي حصل ما بين دي وما بين دي. ماشي ماشي تمام. تمام. قبل كده الناس زي ما قلنا بتديبند على بيكسل وايز ريكونستراكشن، ان من الايمج دي يحاول يريفورم الايمج دي. لكن اللي البيبر بقى عملته، اللي البيبر عملته هو ان هي زي ما احنا قلنا عندنا الاوتبوت بتاع لو دخلنا كلين ايمج والاوتبوت بتاع الادفيرسيريال ايمج، نحاول بقى ندو نعمل اوبتمايزيشن على اللوس اللي طالع بتاع الاوتبوت بتاع التو مودلز دول. ودي برضو هتبان، احنا كل ده لسه بنديفاين البروبلم يعني بتاعتنا. خلينا نتكلم كباك جراوند نوتيشنز يعني على الادفيرسيريال اتاك دي، هنمشي عليها سريعا. لو كلاسيفاير اف اوف اكس وير ان الاكس هي الانبوت ايمج والواي هي البريدكتد اوتبوت، الادفيرسيريال اتاك عايزه تطلع اكس ستار اللي هي ابسلون في اكس، وده النويز. التارجتد اتاك اف اوف اكس ستار تطلع لنا حاجه غير الواي، التارجتد تطلع لنا واي هي عارفاه. هنتكلم برضو اتكلمنا قبل كده عن النون تارجتد اف جي اس ام الجوريثم اللي هو كانت الايكويشن بتاعته دي، واللي هو بيديبند على ان هو يعكس الساين بتاعه الجريدينت، والتارجتد بيحاول ان هو يوبتمايز بس بروبلم تانية اصلا من خلال الواي تارجت هو عارفه وعايز يوبتمايز عليه. واتكلمنا برضو التو بيبرز البيبر اللي قبل كده اتكلم عن الايتريتيف اف جي اس ام الجوريثم، ودي قلناها وشرحناها بالتفصيل، وازاي ان هو عمل اديشنال للمومنتم وان هو يسرع او يديبند على الفيلوسيتي فيكتور عشان يحاول يسرع الاتاك بتاعه. واتكلمنا برضو قبل كده عن الوايت بوكس، كل ده احنا بنقوله تاني علشان هو ستيتد كمان في البيبر از ريليتد ورك يعني، بس احنا بنفكر برضو اللي احنا وصلنا له قبل كده. كوايت بوكس اتاك هو بيقول ده يعتبر امبراكتيكال عشان ما فيش حد مثلا هيدي الويتس بتاعته بتاعه الموديل بتاعته يعني. وترانسفيرابيليتي الناس بقى بتاعه الادفيرسيريال اتاك كانت بتديبند على الترانسفيرابيليتي علشان تاتاك الوايت بوكس، واللي ادت الى ان احنا ايه نعمل بلاك بوكس اتاك، وده اللي هو المور ديزايربل. خلينا نقول البريفيوس سوليوشنز للادفيرسيريال اتاك ان الناس كانت بتديبند على ادفيرسيريال تريننج. يعني ايه ادفيرسيريال تريننج؟ الناس كانت علشان تخلي الطرق اللي احنا بنحاول نتغلب بيها على الادفيرسيريال اتاك، صح؟
بالظبط كده. دي previous solutions اللي الناس عملتها. ان هي الناس كانت بتدخل عندها images بتحب تطلع من الايمجز دي noisy images تديبند عليها في التريننج كمان, بحيث ان الموديل بتاعها يبقى more robust عن مكان قبل كده. ولكن العيب في حاجه زي كده ان هو تايم كونسيومينج, لان هو كان ما كانش بيكونفرج يعني غير لما تبقى فيه لارج ايمج, عشان لو سوري لارج داتا سيت, لو انا ما دخلتلوش لارج داتا سيت ممكن اساسا يوبتمايز بروبلمز ثانيه تماما غير اللي انا كنت عايزها اصلا. تاني لارج داتا سيتس من الادفيرسيال ايمج يعني بالظبط. بالظبط كده. وبعدين انت كده لو انت عندك اصلا دوج في التريننج سيت عندك مثلا 1000 ايمج اسمها دوج, فانت مش كل واحد منهم هتضيف عليها نفس النويز, انت بالظبط كده هتضيف عليها نوعيات مختلفه من النويز. بالظبط. وهو ده على فكره اللي الاوثر هنا في البيبر الجديده البيبر الثانيه كان بيديبند عليها, ان هو كان جاب يعني دي الميزه ان هو جاب سمول داتا سيت صغيره غير ايمجينيت اللي هي مليون ولا مليون و400 الف سامبل مثلا. لا هو كان بيديبند على سمول داتا سيت علشان يطلع ديفنس موديل, وده اللي احنا هنشوفه برضه ان شاء الله. تمام. تاني حاجه من السوليوشنز او بريفيوس سوليوشنز عندنا ان هي الناس كانت بتحاول تعمل زي بري بروسيسنج فيز على الايمجز بتاعتها, وهي ان هي تابلاي فلتر تحاول تعمل افريجنج او مين او جو او تاد جاوسي باي باس يعني الايمج على اللو باس فلتر. ودي نويزنج اوتو انكودر ده هنشرحه على طول في السلايد اللي جايه. والجي بي اي جي بتعمل زي كومبريشن, بتحاول ان هي ايه تعمل كومبريشن على الانبوت بحيث ان النويز ما تاثرش عليه جامد. طبعا هو عمل ستيت بس للويز دي كلها سريعا ما قالهاش بالتفاصيل. ف خلينا نقول برضو ان هو قال العيب بتاعها ان هي السمول داتا سيت للايمجز. كل الكلام ده ايفالويتد يعني على سمول داتا سيت, يعني ما ممكن اساسا ما يكونش عمل جنراليزيشن, هو كان جربها على ام نست بس مش اكتر. ثالث نوع من السوليوشنز عندنا جريدينت ماسكينج, او ان هو بياد ريجولاريزيشن او الديستيليشن. لو نفتكر اول محاضره او تاني محاضره كنا اتكلمنا عن حوار الديستيليشن والريجولاريزيشن, ان هو زي الديستيليشن مثلا كده ان هو بيديبند على ترانسفير ليرنينج, وبيكون اساسا جاي من نتوركس تانية, فمش مش الناس مش هتعرف تاتاكت لان هي مش عارفه الكلام ده اوريجينيتد منين. بلس ان الوايت ان السوليوشنز دي خلت الوايت بوكس هي ديفيكلت, لكن ستيل هتسافر من البلاك بوكس. فاحنا قلنا دلوقتي الثلاثه ways of solutions وقلنا عيوب كل واحده, وهنشوف ان البيبر بتاعتنا هي بتحاول تسولف الثلاث عيوب اللي احنا اتكلمنا عليهم دول دلوقتي. تمام. اول نوع عندنا من الميثودز هي البي جي دي اللي هي البيكسل جايدد دي نويزر. اول واحده من الميثودز اللي هنستخدمها في البيبر ولا عموما؟ لا هو اللي احنا هنستخدمه اللي هو الهاي ليفل ريبريزنتيشن جايدد دينويزر, لكن هنقول ده هو برضو قاله في البيبر علشان زي ما قلنا احنا عندنا ايمج نويزي ايمج, وعايزين نطلع منها نحاول نشيل النويز منها وتطلع لنا ايمج ابروكسيمتلي زي الانبوت اللي انا مدخله. يعني بمعنى اصح ان هي بتعمل اللوس فانكشن بتاعها, يعني الميثود دي تحتها تو ويز وهنشرحهم في التو سلايدز اللي بعد كده. ولكن هدف من السلايد دي ان البيكسل جايدد دينويزر بيديبند على اللوس فانكشن اللي هو بيكسل وايز لوس فانكشن. لو انا قلت ان الاكس دي هي الكلين انبوت بتاعي ماشي, والاكس هات هو ده الدينويزد ايمج, طيب هو عايز بقى يقلل ده as much as he can. يعني ليه؟ لان هو لو انا عرفت اقلل الكلام ده, لو انا عرفت اقلل الانبوت والايمج اللي طلعه لي بعد ما شلت النويز منها, كاني جبت ايمج نفس اللي دخل لي بالظبط. لا الاصليه قصدك. بالظبط الاصليه. يعني من الاكس هات دي هيعمل موديل يطلع سوري من الاكس ستار اللي هي الادفيرسيريال اكزامبل هيطلع منها الاكس هات اللي هي الدينويزد ايمج.
اللي هي المفروض تكون اقرب ما يكون للانبوت ايمج الاصليه اللي انا يعني قبل الدينويز قبل انه قايل عليها النويز. بالضبط كده مظبوط. خلينا نشوف بقى الالجوريزمز اللي هو او التو كاتيجوريز من الالجوريزم بتاع البي جي دي اللي هو الدينويزنج اوتو انكودر, وده اللي احنا كنا قلناه في الليتريتشر ريفيو كاسوليوشن بس قلنا هنقوله بالتفصيل. ده عباره عن مالتي لاير بريسبشن بيحاول ان هو يديفند اجينست الادفيرسيريال اتاك زي ما احنا قلنا, ولكن كلمه مالتي لاير بريسبترن دي اول مره تتقال. بالضبط مالتي لاير بريسبترن زي ما الشباب كانوا لسه شارحين دلوقتي ان انا عندي اكتر من لاير موجود عندي سواء كونفولوشن او نيورال نتورك او اللي هو هيدن لاير, يعني عندي اكتر من هيدن لاير, يعني كانت كان النيورال نتورك بتاعتي بقت دلوقتي كانها ديب مش شالو او مش حاجه صغيره, لا ده انا عندي مالتي لاير. مالتي لاير يعني عندي لايرز كتيره في النيورال نتورك بتاعتي. تمام كل ال دي اي اي الاكسبيرمنتس يعني اللي كانت كوندكتد على الميثود ده اتعملت على داتا سيت صغيره زي الام نست زي ما احنا قلنا, ولكن دي كانت اول مره ان هم كانت الناس تستخدم فيها كونفولوشن فيرجن من الدي اي اي. يعني زي ما احنا هنشوف كده مثلا في الصوره عندنا الاكس هات دي الادفيرسيريال ايمج, يعني الايمج اللي فيها نويز عدها هنا على مالتي لاير بريسبترون, يعني عدها على لايرز كتيره يعني من النيورال نتورك بتاعتنا, وهدفها في الاخر ان هي وهي كاوتبوت يعني ان هي تطلع اكس هات قريبه جدا من الاكس انبوت اللي هي اساسا كانت داخله. فهو دي كانت اللوس فانكشن بتاعه اللي هو بيديبند عليها. فزي ما احنا قلنا ان البي جي دي بيحاول يعمل ريكونستراكشن للايمج الاصليه من خلال ان هو بيطلع اكس هات ويعمل لوس فانكشن ان هو يقربهم هما الاثنين لبعض يعني. كويس تمام. طيب علشان ليه بقى اسمها اوتو انكودر اصلا؟ الناس لو حد مثلا كان دخل في الكونفولوشن لاير او يعني الناس فاهمه مثلا يعني كونفولوشن نيورال نتورك, يعني اوتو انكودر هنا بيبقى النتورك بتبقى متقسمه جزئين, جزء انكودر وجزء ديكودر. لو الايمج مثلا داخله عندي 300 في 300 فالجزء البارت بتاع الانكودر بتاعي هو انه بيفضل يقلل في السايز بتاعه وهو ماشي في الانكودر وبيزود في الفيتشرز اللي بتطلع. يعني بمعنى صح لو 300 في 300 في 3 هنعديها على لاير بعد كده زي مثلا الفلترز مثلا بتاعتها 2 في 2 فدي وبعد كده ماكس بولينج فهتطلع لي مثلا 150 في 150 في النمبر فلترز اللي انا عايزها, يعني زي مثلا 8. فدي كاني بقلل في السايز بتاع الايمج كان 300 في 300 وبعد كده ازود بقى في الفيتشرز نفسها بعد ما كانت 3 مثلا بقت 8. فهي تعتبر كفكره مثلا كومبريشن بحاول اجيب الامبورتنت فيتشرز في الايمج في سايز اقل بفيتشرز اكتر. الناس فاهمه يعني ايه؟ ممكن ما تبقاش واضحه قوي للناس كلها على عشان فكره اصلا الاركتكشر بتاع كونفولوشن نيورال نتوركس لسه كمان كورسين اظن. خلينا ما نعديش عليها كتير يعني. طيب. احنا بس الفكره بتاع كونفولوشن نيورال نتوركس بشكل ببساطه ان انا مش بعدي مش الاوتبوت بتاع سيرتن لاير بيروح داخل على اللاير اللي بعدها على طول, لا هو انا بيكون عندي الاول سام بروسيسنج على الانبوت ايمج بتاعتي. السام بروسيسنج ده بيعمل داون سامبلينج للايمج سام هاو وبيطلع سام فيتشرز في نفس الوقت, وبعدين الاوتبوتس دي هي اللي بتخش على اللاير اللي بعدها وبكرر الايتريشن مره ثانيه. فيمكن ده اللي محمد بيقوله بالظبط. يعني خلينا ماشي مش هنعدي على الكونفولوشن قوي, ولكن خلينا عارفين ان في عندنا حاجه اسمها اوتو انكودر. ان انا في عندي اوتو انكودر ده بيبقى فيه بارت منه انكودر بيحاول يجيب الفيتشرز المهمه في سايز اقل
وبعد كده الديكودر يقوم راجع يعمل ريكونستراكت تاني للايمج الاصليه، يرجع بنفس السايز ده بحاجه اسمها اب سامبلنج. يعني بعد ما نزلنا مثلا من 150 ولو وصلنا مثلا لحد 150 عايزين نطلع الطلعه دي تاني، في حاجه اسمها اب سامبلنج. يعني خلينا ما نسبقش الاحداث ان شاء الله هتتعرضوا لها يعني في الكورس بتاع الكونفولوشن، سواء اب سامبلنج او الكونفولوشن او دي كونفولوشن يعني ان شاء الله. تمام. ولكن خلينا نقول نرجع تاني للدي اي اي، بيسفر فروم دروباكس كتير، ومنها ان هو مش الانكودر والديكودر اللي هو بيستخدمه ده مش قادر من خلاله يعمل الريكونستراكشن تاني للانفورميشن. تمام؟ تمام لحد هنا الدنيا واضحه؟ تمام كويس جدا. الحاجه اللي بعد كده، عشان دي كان شرح للاركتكتشر يعني بتاع، او خلينا نقول النوع الثاني يعني من الدي نويزنج يونت. الفكره كلها ان هو بدل ما هو بيصفر، احنا قلنا قبل كده عشان بس الناس تعرف تربط، احنا قبل كده بنقول ان هو بيديبند على فكره انكودر وديكودر ومش قادر يعمل ريكونستراكشن تاني. ف نيجي نقول بعد كده الناس عملت بروبوز لحاجه تانية، حاجه اسمها او نتورك اسمها يونت. يونت دي بتستخدم في ابلكيشنز زي سيمانتك سيجمنتيشن مثلا. يعني ايه سيمانتك سيجمنتيشن؟ يعني انا عندي انبوت ايمج اهي مثلا، وعايز اجيب بيكسل وايز كلاسيفيكيشن. بيكسل وايز كلاسيفيكيشن يعني من خلال لو الانبوت دي عدت على النتورك اللي احنا رسمينها دي، مش عايز ادخل في تفاصيل بالظبط عشان لسه الناس مش عارفه كونفولوشن قوي، بس خلينا نقول ان انا لو قلت ان الانبوت ده داخل عندي هنا كده مثلا وطلع عندي الاوتبوت، يطلع عندي بيكسل وايز كلاسيفيكيشن. يعني ايه؟ انا عندي هنا دلوقتي دي عربيه ودي عربيه، فهنلاقيها مثلا باللون اللي هو لونه برتقاني. ال- 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 الطريق ده مثلا طالع عندي مثلا لونه اخضر، ده يعتبر كلاس تاني. البيت مثلا طالع عندي كلاس اللي هو اللبني. الشجر طالع عندي اللي هو الكلاس اللي لونه احمر. خلينا نقول فكره يونت بتقدر من خلال النتورك اللي احنا رسمينها دي دلوقتي، او بتدبند على حاجه اسمها السكيب كونكشنز. خلينا برضو نقول هو دي مش ستاندرد اسمها ده كونفولوشن نيورال نتورك، صح ولا ايه؟ يعني ايه مش ستاندرد؟ يعني الاركتكتشر ده مش هو بتاع كونفولوشن نيورال نتورك العادي اللي احنا متعودين عليه. اي يعني الكونفولوشن انا اول مره اسمع عن اليونت دي، اول مره اسمع عنها بصراحه. اليونت زي ما بقول هي فكرتها ان هي بتعمل سيمانتك سيجمنتيشن، اللي هي بتعمل بيكسل وايز كلاسيفيكيشن، بتدي لكل بيكسل عندي كلاسيفيكيشن معين. بس هي بتديبند على حاجه معينه، او الحاجه اللي هي الموست امبورتنت في الايمج هنا. بدل ما كان عندي انكودر وديكودر كده، لا ده انا عندي فكره بقى ايه سكيب كونكشن. يعني ايه سكيب كونكشن؟ هاخد من الاوتبوت بتاع الكونفولوشن، يعني مثلا سي ده لو اللاير الاولى، دي اللاير الثانيه، دي اللاير الثالثه، دي اللاير الرابعه. انا دلوقتي عملت انكودر وبحاول بقلل في السايز بتاع الايمج. طب انا عايز اطلع بقى تاني، فكره الطلعه تاني هنا لو كان عملها مثلا بدي كونفولوشن او عكس فكره الكونفولوشن وطلع زي ده كده، دي اللي هي الدي اي اي. لو جينا شفناها بس رجعنا ليها ورا، ان هو هنا كده بيحاول يقلل في السايز، ماشي. بعد كده عايز يطلع تاني، طلع من غير ما يدبند على حاجه هنا في النص. ايه الحاجه اللي في النص؟ الحاجه اللي في النص هي فكره السكيب كونكشنز. بيحاول يجيب اوتبوت من الكونفولوشنز اللي هو عدى عليها في اول لير وتاني لير وتالت لير، علشان يحاول يريليت او اللي هو يحاول يجيب فيتشرز هو اتعلمها قبل كده، يعمل لها كونكاتينيت عشان يقول له ايه، يقدر يقول له والله ان الفيتشرز اللي انت طلعتها هنا دي هي كورسبوندنج لده، والفيتشرز اللي انت هتطلعها بعد كده كورسبوندنج لده. يعني ايه كورسبوندنج؟ يعني
خدهم كده مع بعض وايه وادمجهم ويعني اعمل لهم كونكاتينيشن مع بعض عشان تقدر تتعلم الفيتشرز او تربط الفيتشرز اللي انت اتعلمتها دي باللي انت بتتعلمها دلوقتي وانت طالع تاني كديكودر. اوكي لو في اي حاجه مش واضحه في الاركتكتشر دي احنا ممكن المره الجايه ممكن اعمل اكزامبل كده احنا المره الجايه احنا زي ما احنا متعودين هيبقى في مور ديتيلز يعني ان شاء الله. اه بالظبط ممكن اعمل مثلا اكزامبل كده لنفس النتورك مثلا وبتديبند على سايز عمال اقلل فيه وازود فيه وديبند على فكره السكيب كونكشنز دي اقول ازاي ان هي بتضاف. هي اليونت دي معلش يا محمد اليونت دي زي مثلا اليولو بجيبها وبشغلها على طول وتريند وكده. لا دي ممكن يعني دي بتريبريزنت مثلا كونفولوشن لايرز عاديه جدا بس فكرتها ان احنا بنطلع بننزل مثلا في السايز وبنطلع تاني بتحاول تاكستراكت الفيتشرز من الانبوت اللي داخل. هي يولو يعتبر بروبلم تانية غير يعني يولو مثلا ده اوبجكت ديتكشن بتحاول بس انا قصدي انا بجيبه وبشغله على طول هل هنا بجيب الحاجه واشغلها على طول هتعمل لي فيكسل وايز كلاسيفيكيشن يونت يعني؟ لو جبناها امبلمنتد اه ممكن نشغلها عادي جدا لكن الناس ممكن يعني يولو مثلا كانت بتبند على حاجه اسمها دارك نت فكانت صعب ان الناس تجيبها وتشغلها كانت صعبه شويه بتاخد وقت لكن يونت اسهل بكتير ان الناس ممكن ده هي يا دوبك كلها كونفولوشن لايرز ورا بعض وبنطلع تاني في السايز فاسهل. اتفضل. هو يعني لو حضرتك بتدور على حاجه زي يولو مثلا في حاجه اسمها ماسك ار سي ان ان هي بتعمل غالبا الاستراكشر بتاع اليونت بتعمل السيمانتك سيجمنتيشن فان دي برده ريبو على جيت هاب ماسك ار سي ان ان ماسك ار سي ان ان فكرتها ان هي بتعمل انستانس سيمانتك سيجمنتيشن يعني بتعمل ديتكشن وبتعمل سيمانتك سيجمنتيشن كمان وبتدي انستانس يعني بتدي لكل اوبجكت موجود عندي في السين ليبل يعني ده مثلا 1 2 3 وهكذا. تمام طيب خلينا نكمل. احنا استفدنا من دي يونت او الاركتكتشر بتاع دي يونت في ايه؟ ان احنا لو عملنا كومبير للرسمه دي كده ماشي بالرسمه دي هنلاقي ان دي مثلا ما فيهاش فكره السكيب كونكشنز اللي انا كنت بتكلم عليها دلوقتي في الاركتكتشر بتاع يونت لكن هتلاقيها هنا مثلا موجوده يعني. اوكي الفكره كلها زي ما قلنا ان دي يونت ليها ادفانتجز او اسبيكتس اكتر من DAE وهي فكرة الاسكيب كونكشنز ودي حلت او كانت المين بوينت في ان هي تحل البوتل نيك اللي كانت اللي كان بيقع فيه DAE. لو نفتكر تاني DAE كان بيصفر من ان هو مش عارف يعمل ريكونستراكشن للايمج بتاعتي اللي هو ايه الدروباك اهو مش عارف يعمل ريكونستراكشن للترانسفورميشن يعني للايمج الصغيره او الفايل سكيل انفورميشن انه يرجعها تاني للارج سكيل ايمج. لكن فكره السكيب كونكشنز دي ان احنا الفيتشرز اللي اتعلمناها هنا هنضيفها هنا دي اللي خليت دي اللي حلت لي البوتل نيك اللي موجوده عندنا. المين اوبجكتيف بتاع دي يونت ان هو يحاول بيحاول بقى يجنريت النويز لا يعني قبل ما نروح للمين اوبجكتيف يعني هو الهدف هنا عادي زي البي جي دي ان هو بيحاول يعمل ريكونستراكشن للايمج تاني من خلال الايمج اللي هي الادفيرسيريال اللي داخله صح كده تمام ولكن الادفيرسيريال وهو يكون عارف الصح بالظبط كده. ولكن احنا عندنا هنا لو قلنا بس نشوف الايكويشن اللي طالعه داخل مثلا عندنا كان ده النويز اللي هو كان اتضاف من قبل كده اللي هو ده وده الادفيرسيريال هنحاول نجنيت منه الدي نويز ايمج ومن خلاله نعمل اللوس فانكشن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده نقلل من البيكسل وايز لوس فانكشن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده. تمام موديفيكيشن بسيط
او نقول الاول الدي يونت اركتكتشر، يعني مثلا ادي ايمج مثلا عندي داخله 299 في 299 هنقول مثلا هنا بعد ما دخلت على الكونفولوشن اللي هي سي 2 كونفولوشن وبعدها كونفولوشن والنمبر فلترز 64 فطلعت نفس الايمج، عشان احنا عندنا هنا مثلا الكونفولوشن 1 باي 1 مفيش لحد دلوقتي ماكس بولينج، فطلعت عندي نفس السايز بتاع الايمج اللي هو 299 في 299 والنمبر فلترز اللي احنا يعني برضو ستيل الناس مش عارفة يعني ايه فلترز، فخلينا نقول ان هو ده الاركتكتشر. ادي ماشي، خلينا نشرح البورت اللي احنا عايزينه، يعني ان هو دخل الايمج وفضل يقل 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 في السايز وبعد كده عايز يطلع يرجع تاني يزود في السايز عشان تطلع لنا الايمج اللي هي النويزي ايمج. يعني دخلت هنا اهي طلعت 38 في 38، طلعت هنا 75 في 75 وهكذا 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 لحد ما عديناها، رجعت تاني ل 299 في 299 في 64، طلع من هنا النويز ده كأنه ان دي كانت نويزي اساسا، دي كانت نويزي ايمج دخل على الاركتكتشر ده وطلعنا من خلاله، قدر يتعلم انه يطلع النويز اللي كانت اساسا اوريدي محطوطه عليه. هياخد الايمج بالنويز اللي فيها ويعمل ماينس ويطرح منها البيكسل باي بيكسل، يعني يطرح منها النويز اللي احنا طلعناها هنا، تطلع لنا الدي نويزد ايمج. يعني بمعنى صح ده النويز دي ايمج او الادفيرسيريال اكزامبل، ده النويز اساسا اللي بعد ما اتعلم من النيورال نتورك دي كده، ده النويز اللي قدر يطلعه من اللي كان داخل على الصوره دي، وبعد كده طلع حاجه اسمها دي نويزي ايمج اللي بيحاول من خلاله ان هي تبقى اقرب ما يكون للكلين ايمج اللي اساسا اوريدي كان داخل، اللي هي الكلين ايمج الاصليه. يعني الدنيا واضحه كاركتكتشر، يعني ممكن الديب ديتيلز بتاع ده يعني مش عايز ادخل فيها عشان الناس ما تتلخبطش، بس دي كونفولوشن لايرز وتفصيلها، يعني ايه فيوز، يعني ايه فيوز يونت، ويعني ايه بايلينير انترفوليشن، ازاي بيعلى وازاي بيعمل اب سامبلنج، ممكن نبقى نتكلم عليها ان ديتيلز لما الناس تدخل في الكونفولوشن بارت. يعني بالظبط، ممكن اكشوالي نرجع تاني فعلا نفس الصوره دي ودي سلايد دي نشرحها تاني بعد ما ناخد الجزء بتاع الكونفولوشن نيورال نتورك. اوكي دكتور، مفيش اي مشاكل. طب الكل هتخلص قبل ما نخش في ماشي، خليني اقفلها ونبدا واحده ثانيه. اوكي هقفل بس الريكوردينج.